السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الصلصال في البيت، نعمله بطريقة آمنة وصحية عشان نبقى الأطفال عارفين هما بيلعبوا بإيه، تبقى حاجات عشان الأطفال الصغيرة طبعا ممكن يكون بيلعب ولا حاجة ويحط يجي ياكل حاجة مثلا يبقى مش الأمان، لكن ده كده تبقى انت في الأمان. تعمليه، بصي عامل ازاي، جميل ازاي. ده بتعمليه بمكونات صحية كلها من البيت احسن من اللي بنجيبه من بره. اولا بينشف على طول، ثانيا ريحته بتبقى صعبه جدا، وثالث حاجه بقى ان هو مش صحي، وده ثالث واهم حاجه. وما تنسوش لو عجبكم ادوسوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعين قناه التوأم فود. المقادير بتاعتنا: تلت كوبايه ملح، ربع كوبايه ميه من الحنفيه، كوبايه دقيق ولون اخضر ومعلقه شبه ولون احمر عشان انا هعمل لونين. دلوقتي هنبدا نعمل اللون الاخضر. هنحط الميه وهنحط معاها اللون ونحط الملح ونحط الشابة دي عشان الحفظ، عشان كأنها مادة حافظة للصلصال. هنقلبهم هنحط عليهم معلقة زيت، معلقة زيت طعام عادي. هنقلبهم تقليب مستمر كل حاجة اتقلبت. هننزل عليهم الدقيق، الصلصال ده آمن ينفع للأطفال الصغيرة، عشان الصلصال اللي بيجي من بنجيبه من بره ممكن نشتريه ونريح دماغنا، بس ما بيبقاش آمن للأطفال. دلوقتي أنا هعجنه، بس يفضل ان انتوا تكونوا لابسين جوانتي عشان اللون ما يجيش في ايدك، وبيقعد فترة طويلة بدل ما تشتريه من بره. ممكن تجيبي كذا لون وتعملي كل الالوان وتحطيه في علبة بلاستيك مقفولة، بعد ما تخلصي الاولاد يلعبوا بيه تشيليه في علبة بلاستيك مقفولة، يقعد معاكي فترة طويلة كأنك جايباه من بره بالظبط. واهم حاجه ان هو صحي ومش مكلف خالص، كل حاجه انت جايباها من البيت، الدقيق والزيت والشبه واللون وكل حاجه، ولا مكلف ولا متعب. 5 دقايق هتقومي تعملي لعبه لاطفالك يلعبوا بيها، لعبه امنه. اهم حاجه ان هي تكون صحيه بدل الالوان والحاجات اللي هي ما نعرفش حاطين فيها ايه. دلوقتي عجنته، ملمسه جميل قوي، مش بينشف زي اللي بره. اللي بره بنجيبه بيبقى ريحته وحشه وريحته صعبه جدا ما تقدريش تستحمليها، وبيكون بينشف على طول. ده طري، ملمسه جميل وهيعجبكم جدا، وجربوه. قلبت كويس الملح والمكونات اللي حطيناها، دلوقتي هننزل عليهم بالدقيق. سهل وبسيط، مش هيعمل 5 دقايق بالظبط، جهزيه في 5 دقايق وصحي. واللي بره بتجيبيه بينشف على طول وريحته صعبه، صعبه جدا على الاطفال وعلى الكبار، انا والله مش بطيق ريحته خالص. بس كده هنقلبه
هنعجنه كويس بجولدي. ملمسه جميل جدا. اللي عايز يزود الوان يزود، اللي عايز يجيب الوان سايله برضو عادي. دي الالوان دي من عند العطار، الوان طب الوان صحيه للاكل. بصي الملمس بتاعه ناعم ازاي وجميل، بصوا وحلو جدا. بصوا يعني اهم حاجه ان انت تبقي مامنه ان اطفالك بيلعبوا بحاجه صحيه. بصوا جميل ازاي وبيقعد فتره طويله وصحي جدا. ولو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا للمتابعين الكرام متابعين قناه توأم فود.